يافا هي الميناء اللي سافر منه النبي يونان لما طلب منه الله يذهب إلى نينوى في العراق حتى يقول لأهلها إنهم يتوبوا عن خطاياهم ويرجعوا لله، لكنه هرب من الله وذهب إلى ترشيش. الله أجبره بعد هيك يرجع إلى نينوى. يافا أيضاً ذكرت في سفر أعمال الرسل. نقرأ عن قصة طبيثة أي غزالة اللي كانت تعمل أعمال حسنة وتساعد الفقراء. يوم من الأيام طبيثة مرضت وماتت، لكن بطرس الرسول كان في بلد قريبة من يافا اسمها اللد. إجا بطرس ليافا وأقام طبيثة من بين الأموات. وبعد هالقصة مكث بطرس في يافا عدة أيام عند شخص اسمه سمعان كان يعمل في دباغة الجلود. وأيضاً في يافا رأى بطرس رؤيا المائدة النازلة من السماء اللي سمحت له يأكل من لحم بعض الحيوانات اللي كانت محرمة من قبل. لتحضروا فيديوهات أكتر من عالم فتفوتة اكبسوا هون، ولتشتركوا بالقناة اكبسوا هون.